حمد المنزل الدنا والدائي ومنزل الشفاء والدوائي حمد المنزل الدنا والدائي ومنزل الشفاء والدوائي حمد المنزل الدنا والدائي ومنزل الشفاء والدوائي من أمر العباد بالدعاء ليفوقي عن البلاء ثم الأمر ثم استثمرت يا رب لا بد وفاز بالغرض محمد الطبيب الحكيم أزكى سلام يا رب الكريم والآل والصحب ذوي العلاء محتاج ذو الأسقام للشفاء هذا ويل يمز أو جاي مبتغيا هون المجيب داي واستكي إلي ما من الضرر قد مسني حتى أراني متضر يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا ارفع درنا بجاه خير العالمين الأكرمين ثم في يوم رمضان العظيم